السلام عليكم. أنا رسالتي إلى الأخوان الصحفيين المصريين والإعلاميين المصريين والصحف المصرية، يا أخوان لا تهاجمونا، يا أخوان لا تهاجمون دول الخليج. تبينوا ما هم معقول، 14 مليار دولار دفعتها دول الخليج للشقيقة الكبرى مصر، أم العرب وأم الدنيا، أم العرب وأم الدنيا. لا تهاجمونا، 14 مليار وأكثر، ومصر عندها خير، عندها غاز وعندها بترول وعندها ذهب وعندها أرصدة 100 مليار دولار في بنوك خارجية، في بنوك خارجية، لكنها موضوعة بأسماء أشخاص، موضوعة بأسماء أشخاص، ولا تستطيع مصر أن تستفيد منها، واللي دافعها دول الخليج. لا تهاجمون دول الخليج يا كتاب مصر، يا صحافة مصر. سوء التصرف في الأموال هو اللي حرم الشعب منها، سوء التصرف في المساعدات أخذ الطريق غير الطريق المرسوم لها، بكل صراحة، بكل صراحة. ليش الهجوم على دول الخليج من الصحفيين والصحافة المصرية؟ إيش السبب؟ كذا بدون سبب؟ ما فيكم عقلاء؟ ما فيكم ناس راشدين عقلاء؟ لا تهاجمون الخليج وأنتم تعرفون حقيقة ما يجري ظلما وعدوانا، لا تهاجموننا ظلما وعدوانا. أنتم أشقاء لنا، ومصر غالية علينا، وهي سند العرب. احنا ما فكرنا في شخص واحد ولا 10 أشخاص يروح ويجي بداله، يروح زي ما راح غيره، زي ما جاء وراح غيره جاء هو بيروح، بيروح. أنت قاعد تجمع لنفسك، هذا سوء تصرف منك. أنت وين بتوصل؟ بتصير أغنى شخص في العالم؟